السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الرسام. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض رسومات الشخصيات الكرتونية، ويا ريت أطفالنا أو شبابنا يجهزوا السكتش والقلم الرصاص عشان يبدأوا معانا خطوة بخطوة من خلال الأشكال الهندسية بطريقة مبسطة زي ما تعودنا مع بعض. يلا بينا نبدأ. هنبدأ بشخصية نمور، اللي هي الشخصية الكرتونية المعروفة. تمام، هنبدأ نعمل دايرة شكل بيضاوي. تمام، وهنا شكل بيضاوي صغير، وهنا كده شكل بيضاوي، شكل بيضاوي دايرة، ونبدأ هنا نعمل شكل بيضاوي تاني، وهنا كده شكل بيضاوي. تمام، شكل بيضاوي كده، شكل بيضاوي كده، وكده وكده. تمام، هنبدأ نعمل برضو هنا شكل بيضاوي، شكل بيضاوي، وهنا شكل بيضاوي، شكل بيضاوي. هي الأشكال البيضاوية هنا كتيرة. كده جمعنا الشكل الخارجي لشخصية نمور. هنبدأ نعمل التفاصيل عشان نبين الشخصية بتفاصيلها. تمام، هنبدأ نمسح الجزء ده كده. كده الجزء ده، وأبدأ أعمل هنا مثلث، وهنا أبدأ أخد خط كده. واعمل النقطتين دول العين. ابدا امسح الاجزاء الداخليه المتواصله ببعضيها كده. هيبدا الشكل الشخصيه يظهر لي شويه بشويه. هنا منطقه البطن. تمام، وهنا نفس الكلام، نمسح الاماكن الداخليه، الخطوط الداخليه. تمام، ببدأ هنا أعمل الديل. تمام، بدأت تظهر معايا شخصية نمور. هبدأ أعمل لها بقى إيه المثلثات اللي هي الشكل ده كده، اللي بيظهر لي ألوان النمر نمور كده. تمام، بتبدأ الشخصية تظهر معانا كده. ده شكل المنظور، او ده منظور من ضمن ثلاثة منظور هنعملهم مع بعض للشخصية. هنبدأ ناخد الشكل التاني مع بعض، برضو هنعمل نفس الموضوع، دايرة وبرضو الشكل البيضاوي كده، وابدأ أعمل كده منطقة الديل كده في الحتة دي. معانا تليفون. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فنان، عامل ايه؟ وطي التلفزيون لو سمحت يا أستاذ سالم. البرنامج ده جميل يعني، وعندي ولادي بيتفرجوا عليه. جميل جدا يا فندم، جميل جدا، سعداء بانك متابعنا يا فندم، اتفضل معاك. بجد يعني حاجه جميله. طبعا احنا ما شفناش الرسم ده قبل كده في التلفزيون، والوقت بصراحه العيال بيتعلموا من عندنا يعني. تمام يا فندم، ما شاء الله، جميل. باذن الله تستفادوا معانا كتير جدا في الحلقات. بنقدم كل حلقه حاجات جديده، واتمنى ان اطفال حضرتك يكونوا بينفذوا ده في السكتش معانا يعني. بس احنا النهارده بالصدفه شفنا الوقت، كنا متابعينه الساعه 12. معلش يا فندم، هو بس لظروف كده اتاخرنا شويه، مفيش مشكله يعني، ان شاء الله. يا ريت بس حضرتك
ثبت الميعاد يعني. ان شاء الله يا فندم الميعاد هيبقى ثابت وهننوه عن ده باذن الله. حضرتك نورتنا والله يا فندم. معانا تليفون اخر. حنين. ايوه يا فندم. ازيك يا مستر؟ اهلا. اهلا حبيبه قلبي. ازيك؟ اهلا يا حبيبتي. ازيك يا حنين؟ انا عايزه اتعلم شخصيه ويني. شخصيه ويني. شخصيه ويني عملناها الحلقه اللي فاتت، اعملها لك النهارده. حاضر ان شاء الله يا حبيبتي. رسمتيها معانا قبل كده ولا اول مره تشوفيها؟ اول مره تتابعي الحلقه؟ اول مره اشوفها. خلاص ماشي يا حبيبه قلبي، تابعينا وان شاء الله نرسم لك شخصيه ويني. جهز جهز السكتش وابداي معانا. نكمل مع بعض. نعمل هنا الشكل البيضاوي ده كده، وبرده هنا شكل بيضاوي، شكل بيضاوي، وناخد المنطقة دي كده. تمام. ونمسح المنطقة دي كده، وابدأ اخد شكل بيضاوي كده، والناحية التانية نفس الكلام. ابدأ اخد هنا شكل بيضاوي كده، وشكل بيضاوي كده، وهنا دايرة. طبعا الرجل اللي في الخلفية بنعملها نفس الكلام كده. خدنا نفس الشخصية بشكل تاني. وبرضه هنا منطقة البطن، ونبدأ ناخد الخطوط بتاعتنا كده اللي هي المثلثات، الخطوط اللي هي بتبين لي شخصية النمر. تمام كده خدنا الشكل التاني من شخصية نمور، الشخصية المحبوبة المعروفة لأطفالنا الجمال. هنبدأ ناخد شكل تالت لشخصية نمور. هناخد الدايرة كده، وناخد الشكل البيضاوي كده، وناخد الشكل البيضاوي كده، والشكل البيضاوي، وشكل بيضاوي كده. تمام. هنا ناخد الديل، وهنا دي شكل بيضاوي، وهنا شكل بيضاوي. تمام. ببدأ اخد منطقة البطن هنا نفس الكلام، وبرضه هنا شكل بيضاوي، وشكل بيضاوي، وهنا الشكلين البيضاويين او الدايرة بالنسبة للودان، وهنا شكل بيضاوي، وهنا شكل بيضاوي. تمام. ببدأ اخد الجزئية دي كده، برضو المناخير، وادي العين، وامسح الجزئية ديك، وابدأ افتح الاماكن الداخلية على بعضيها، الخطوط المتواصلة، واعمل برضو نفس الشكل، شكل المثلثات اللي لونها اسود مع البرتقاني الاورنج بتاع شخصية نمور. تمام. ابدأ برضو افتح المنطقة دي كده ودي كده، وابدأ اخد دي كده، وبرضو مثلثات اللي هي بتاع الشخصية. تمام. بطريقة سهلة جدا قدرنا نوصل الثلاث شخصيات، الثلاث اشكال في شخصية نمور بشكل مبسط جدا. اتمنى اطفالنا يكونوا متابعينا وواخدين معانا خطوه بخطوه، عشان يبقى سهل عليهم ان هم يوصلوا للشكل بشكل سريع ومبسط. وهناخد مع بعض شخصيه تانية، هناخد مع بعض شخصيه تانية.
تمام. هناخد شخصية جحوش. طبعا اكيد اطفالنا عارفين الشخصية دي، شخصية جحوش اللي هي الجحش اللي الكرتوني، صديق ويني ونمور ونيزو اللي هم الأربعة بيبقوا موجودين معانا في القصة الكرتونية بتاعتهم. معانا تليفون إبراهيم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فنان. أهلا وسهلا يا أستاذ إبراهيم. عامل إيه؟ الحمد لله تمام مع حضرتك. ان شاء الله. والله شغلك جميل جدا ما شاء الله، وحاجه طيبه جدا والله بجد يعني. ربنا يخليك يا فندم. الاولاد صراحه بيستفيد، وانا شخصيا والله العظيم استفدت يعني. انا في حاجات كنت برسمها كده حاجات تقليديه، لكن صراحه بسبب يعني اسلوبك الجميل ده الواحد بفضل يعني اتعلم حاجات حلوه جدا ما شاء الله يعني. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم. يا رب ان شاء الله تستفادوا معانا دايما وتنورونا باذن الله في البرنامج. ونتمنى يعني كمان اداره القناه يعني ما تحرمناش من البرنامج الطيب الجميل ده صراحه يعني. ان شاء الله يا فندم باذن الله معاكم دايما، ونقدم لكم كل جديد باذن الله. ربنا يخليك يا فندم. شكرا. نكمل مع بعض شخصية جحوش. بنعمل دايرة كبيرة. طبعا الشخصية دي، شخصية جحوش دي شخصية مليان سمين، شخصية سمين. نبدأ نعمل الشكل بيضاوي كده، بنعمل دايرة كبيرة وشكل بيضاوي في الجزئية دي كده، وابدأ افرغ المنطقة دي. تمام. ببدأ اخد شكل بيضاوي هنا وشكل بيضاوي هنا، وابدا امسح الاجزاء دي. تمام. ببدا اخد اقسم خط كده بدوران، وبرده عكسه كده، وابدا اعمل هنا العين وهنا العين الثانيه وهنا نقطه المناخير وهنا نفس الكلام. بناخد خط كده وبنبدا نعمل منطقه الشعر كده. تمام. ببدا اخد شكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي هنا. تمام. ببدا امسح برضو الاماكن الداخليه دي. تمام. وهنا الديل، الديل نفس الكلام. تمام. ببدا اخد هنا شكل بيضاوي كده وعكسه كده شكل بيضاوي، وهنا نفس الكلام. تمام. وابدا افرغ المنطقه دي كده والمنطقه دي كده. تمام. وصلت لشخصيه جحوش. تمام. بشكل مبسط جدا. اما بيتلون طبعا اللون اللبني او الرصاصي بتاعه الجميل ده بيبقى شكله جميل جدا. ناخد مع بعض الشكل التاني لنفس شخصيه جحوش. هنعمل شكل بيضاوي كده. تمام. وشكل بيضاوي كده. نحاول نكبره شوية. شكل بيضاوي كده. تمام. برضو بناخد هنا شكل بيضاوي وهنا شكل بيضاوي، وهنا برضو بقسم دي كده ودي كده، وابدأ اعمل برضو شكل بيضاوي بالعين كده، وادي النقطة هنا المناخير، وممكن نعمل له لفة البق دي كده. تمام. ببدأ اخد شكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده، وبرضو نفس الكلام في المنطقة دي كده، وهنا الديل برضو كده. تمام. هنا المنطقة دي كده ببدأ افرغ هنا برضو نفس اللي قلنا عليه قبل كده، تفريغ المناطق الداخلية، الخطوط الداخلية. تمام. ببدأ أعمل هنا منطقة الشعر كده، وأبدأ أفرغ بقى المناطق دي كده. هنا دي زي ما هي، المنطقة دي تتفرغ. دي تتقفل كده. وبرضه نفس الكلام، هنا شكل بيضاوي وهنا عكسه نفس شكل بيضاوي، وده كده وده عكسه. تمام. بنبدأ نفرغ الأماكن الداخلية دي،
وصلنا لشكل تاني بمنظور مختلف لشخصية جحوش. تمام؟ زي ما انتم شايفين بطريقة سهلة جدا، ناخد شخصية، ناخد نفس الشخصية بشكل مختلف. بنعمل الشكل البيضاوي كده، وهنا الدايرة كده، وشكل بيضاوي كده، وشكل بيضاوي كده، وهنا برضو شكل بيضاوي. تمام؟ ببدأ برضو اخد الودان شكل بيضاوي كده، وشكل بيضاوي كده، واخد وافصل هنا برضو نفس الكلام، هنا نقطتين المناخير، البق، هنا العينين. تمام؟ برضو منطقة الشعر نفس الكلام، وابدأ افرغ المناطق دي، الودن. تمام؟ وهنا برضو امسح الاماكن الخطوط الداخلية، وهنا طبعا الديل، وابدأ امسح الجزئية دي كده، واخد الشكل البيضاوي ده كده، الشكل البيضاوي ده كده، الشكل البيضاوي ده كده. تمام؟ هنا الرجل اللي هي الخلفية. تمام؟ ببدأ كده افنش الخطوط الداخلية. تمام؟ وبكده وصلنا للشكل الثالث لشخصية جحوش بشكل مبسط جدا. ناخد شخصية جديدة. تمام؟ هنرسم مع بعض السلحفاة بثلاث أشكال مختلفة، ثلاثة منظور مع بعض بخطوات سهلة، ونركز مع بعض، وبرضو السكتش والقلم الرصاص، وناخد رسمة واحدة واحدة مع بعضين. هنبدأ السلحفاء، ناخد شكل بيضاوي كده. تمام؟ وهنا شكل بيضاوي كده، ده شكل بيضاوي كبير، على شماله أعلى سنة شكل بيضاوي صغير. تمام؟ ببدأ آخد شكل بيضاوي كده، وشكل بيضاوي كده، وهنا شكل بيضاوي جنب منه بسيط كده، ونفس الكلام هنا. تمام؟ ببدأ أقسم المنطقة دي كده، وأفرغ المنطقة دي كده، وأوصل دي المنطقة دي بالمنطقة دي كده. تمام؟ ببدأ أعمل هنا العين، وببدأ أعمل منطقة البق هنا. تمام؟ ببدأ أقسم المنطقة دي كده كده، وأروح أقسمها نصين كده، بتديني الظهر بتاع السلحفاء، وهنا منطقة الديل. تمام؟ ببدأ أمسح الأجزاء دي، وأعمل الصوابع بتاعة السلحفاء. تمام؟ هنا منطقة المناخير. بطريقة سهلة جدا وبسيطة قدرنا نرسم السلحفاء بشكل بسيط جدا. أتمنى أطفالنا أو شبابنا يكونوا مركزين معانا وينفذوا ده معانا واحدة واحدة. نرسم شكل تاني، برضو هنعمل نفس الشكل البيضاوي ده، وهنعمل الدايرة بقى اللي هي الرقبة، ده منظور أمامي، فالرقبة الدماغ هتبقى هنا في النص. تمام؟ هنبدأ نقسم المنطقة دي كده، ونعمل الجزئية دي كده، وأبدأ أعمل العين. تمام؟ والبق برضو هنا شكل بيضاوي،
وهنا شكل بيضاوي وهنا جزء صغير الشكل البيضاوي الرجلين الخلفيتين، وابدأ افرغ المنطقة دي والمنطقة دي، وابدأ اعمل برضو كده نفس الكلام في الخطوط اللي هي بتديني تقسيمة بتاعت الظهر، برضو هنا امسح المنطقة دي كده وابدأ اعمل الصوابع. تمام، ده منظور امامي لشكل السلحفاء بشكل بسيط جدا. ناخد مع بعض كمان منظور تاني لشكل السلحفاء. معانا اتصال، اسراء معانا، اتفضلي. اهلا وسهلا يا اسراء، اتفضلي. الله ابني عند حضرتك ما شاء الله عليه، معلش يا فندم الصوت، بتقولي يا حضرتك؟ بقول لك حضرتك ابني بياخد عند حضرتك. تمام يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. ايوه ممتاز جدا والله العظيم. جميل ما شاء الله، جميل. بيتابع معانا في الحلقه ولا لا؟ ايوه. ورسم ايه معانا في الحلقه؟ قاعدين حضرتك بنتفرج عليك في التلفزيون. رسم معانا ايه؟ ايه؟ رسم معانا ايه في السكتش معاه؟ السما. رسم معانا ايه في الرسومات اللي احنا اشتغلناها النهارده؟ لا والله تحفه جميل. طب تمام يا فندم، ان شاء الله. شكرا. نكمل مع بعض الشكل الثالث للسلحفاء. هنعمل شكل بيضاوي برضو كده، وهنا شكل بيضاوي، وبرضو هنا هنقسم الجزئية دي كده ونبدأ نقسمها كده ظهر السلحفاء. هنا هنعمل شكل بيضاوي كده، وبرضو جنب منه شكل بيضاوي صغير، وهنا شكل بيضاوي، هنا شكل بيضاوي. نبدأ نمسح التفاصيل الداخلية، الخطوط. تمام، هنا الصوابع، وهنا انت. معنا اتصال من ندى، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا فخورة في اسمك جدا، جميل، واختي عماله تكتب. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي، تسلميلي تسلميلي يا حبيبتي. بترسمي معانا دلوقتي ولا ايه؟ بنرسم. رسمك جميل وفخوره جدا. حبيبه قلبي تسلميلي، ربنا يخليكي. وركزوا معانا وامشوا مع الخطوات بالظبط، هتتعلموا الرسم بطريقه سهله جدا ومبسطه جدا معانا يا حبيبتي. شكرا شكرا يا حبيبتي. نكمل مع بعض. منطقة الديل، هنا المنطقة دي بنمسح الجزء ده، بنبدأ نعمل العين هنا، المناخير، البق. تمام، بشكل مبسط زي ما احنا شايفين بنرسم السلحفاء بثلاثة منظور مختلف بشكل مبسط جدا عن طريق الأشكال الهندسية. تمام، خلصنا السلحفاء، نبدأ شخصية تانية بثلاثة منظور مختلف لأطفالنا الأحباء ولشبابنا عشان نتعلم بطريقة سهلة جدا وطريقة مبسطة. تمام، هنرسم مع بعض العصفورة. العصفورة بثلاث أشكال مختلفة. تمام، هنبدأ أول شكل مع بعض، هنعمل شكل بيضاوي كده. تمام، وبرضو شكل بيضاوي كده. تمام، وهنعمل مثلث كده. تمام، ادي شكل بيضاوي صغير، شكل بيضاوي اكبر، مثلث، منطقه مثلث هنعتبره مقفول كده، بسيطه جدا مع بعضينا. وبنبدا نفرغ المنطقه دي كده ونفرغ المنطقه دي كده، وببدا اعمل هنا مثلث واقسمه كده، واعمل هنا منطقه العين. تمام، وابدا اعمل شكل بيضاوي كده، هيروح مديني الجناح، وامسح الجزئيه دي وابدا ايه اعمل له الريش بتاعه كده.
وابدأ اعمل خطوط كده للديل، واعمل المنطقة دي نظام مثلثات كده تديني شكل الديل. تمام، ببدأ اعمل مثلا اعتبر ده فرع شجرة. تمام، وادي العصفور رجليه معانا. اتصال من جنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا جنة، ازيك؟ ايوه، مين معايا يا جنة؟ اتفضلي. ايوه يا استاذ صابر، عامل ايه؟ الحمد لله تمام يا فندم. حضرتك انا مبسوطة جدا بالنفس بتاعك والله. ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي يا فندم. حتى انت دلوقتي راسم عصفورة او حمامة ما شاء الله، يعني بس بكل بساطة. جميل جدا، جميل جدا يا فندم. رسمها بصراحة بكل بساطة، وحتى اولادي قاعدين بيلفوا من وراك دلوقتي. تمام. أنا بصراحة مبسوطة جدا وبالبرنامج ده بصراحة. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يبسطكوا دايما، وإن شاء الله تتعلموا معانا حاجات كتيرة جدا. شكرا يا فندم. ناخد تليفون آخر من أبو حافظ. ألو. ألو. أيوه يا فندم، اتفضل. أستاذ صابر، الفنان الجميل. أهلا بيك يا حبيب قلبي، تسلم، ربنا يخليك. الله يكرمك. والله ما شاء الله، يعني بنت حفصة ما شاء الله، يعني مبسوطة بالبرنامج جدا. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليها لك يا رب، تسلم. الله يكرمك يا استاذ، حتى ما شاء الله تعلم الرسم بسهولة جدا صراحة يعني. الحمد لله يا فندم، الحمد لله، ربنا يخليك، وإن شاء الله دايما تستفادوا معانا في البرنامج يا فندم. برنامج جميل جدا صراحة، وإحنا فرحانين بالبرنامج ده، لأن صراحة يعني بيوصل للطفل يعني الرسم باسلوب سهل جدا وبسيط خالص يعني. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يخليك، الحمد لله يا فندم، وان شاء الله تابعوا معانا، ودايما خلي الاولاد يتابعوا معانا ويبقى معاهم السكتش والقلم الرصاص. شكرا يا فندم. معانا اتصال اخر. ايوه يا فندم. الو. ايوه الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اهلا يا فندم، مين معايا يا فندم؟ امينه. أمينة من القاهرة. أهلا يا أمينة، اتفضلي. استفدت. أنا عايزة أقول لحضرتك إن رسمك حلو جدا. ربنا يخليك يا حبيبة قلبي، استفدت معانا يا أميرة؟ رسمت إيه معانا يا أميرة؟ رسمت إن أنت حضرتك لسه راسمها دلوقتي. رسمت إيه؟ تمام، رسمت العصفورة معانا؟ تمام يا اميره، ابعتي رسوماتك على صفحه الاكاديميه. ماشي. ناديه معايا تليفون اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا فندم. انا فخوره في رسمك جدا. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي، تسلميني. يا اختي دلوقتي واخواتي كلهم بيرسموا وراك، وعجبنا رسمك جدا، لما الاكاديميه تفتح نيجي عندك ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي، تنوروني ان شاء الله. تابعوا معانا ان شاء الله، وتعلموا معانا باذن الله، الى ان نرجع نعود لفتح الاكاديميه، وان شاء الله الدنيا ترجع زي الاول واحسن باذن الله. نكمل مع بعض. معانا اتصال اخر، نهى من اسكندريه، اتفضلي يا فندم. ايوه يا نهى، اتفضلي معانا. كلمينا تاني يا نهى، الاتصال فصل، نكمل مع بعض. شكل اخر من العصفوره، هنعمل شكل بيضاوي كده عكس التاني، التاني كان يمين. هنبدا ناخد الشكل بيضاوي كده. تمام، برضو نفس الكلام، المثلث ماشي، نبدأ نمسح المنطقة دي كده، وبرضو المنطقة دي كده. نهى رجعت تاني. حيرتينا معاك يا نهى، اتفضلي. الو. ازاي حضرتك؟ ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. انا عاجبني والله. وطي التلفزيون عشان نعرف نسمعك يا نهى. موصياه كده حلو. تمام كده، اتفضلي.
ماشي. هو حضرتك مواعيدك امتى؟ ان شاء الله يوم الاحد. يوم الاحد من في نفس الميعاد يا فندم. يوم الاحد يعني على الساعه كام؟ عشان اشتغل حق القناه ان شاء الله الساعه 12 باذن الله يا فندم. 12 ونص، من 12 ل 12 ونص يبدا البرنامج ان شاء الله يا فندم. ماشي، شكرا يا عم. ماشي، العفو عنك. شكرا يا نهى. نكمل مع بعض. نعمل منطقة العين، امسح الجزء ده وابدا اعمل له ريش كده زي ريش للرقبة، تمام، وابدا اخد الشكل البيضاوي كده وابدا امسح الجزء ده كده واعمل الريش بتاعه، تمام. وبرده نفس الكلام هنا شكل المثلثات، تمام، برضو نفس الموضوع. نعمل فرع كده ونبدأ نعمل رجل العصفورة. تمام، بشكل بسيط جدا. طبعا احنا ممكن نكمل بقى الشجرة نعمل. ايوه يا فندم، معانا اتصال نهى. ايوه حضرتك استاذ صابر جنيد الرسام. ايوه يا فندم، مع حضرتك. حضرتك انا اخويا بياخد عندك بجد تحفه وجميل جدا، ربنا جدا في الرسم. ربنا يخليك يا فندم، ان شاء الله دايما تستفادوا معانا سواء في الاكاديميه او في البرنامج معانا ان شاء الله، وعلى القناه على اليوتيوب الرسام صابر جنيدي برضو هتتابعونا ان شاء الله وتتعلموا حاجات كتيره جدا. وتابعونا ان شاء الله كل اسبوع يوم الاحد في نفس الموعد باذن الله يا فندم. شكرا ليك يا نهى. ونكمل مع بعض الرسمة، تمام. عملنا رسمة العصفورة بشكل آخر، تمام. تعالوا نعمل مع بعض العصفورة بشكل مختلف شوية. بنعمل الشكل البيضاوي ده من تحت كده، والعكس بقى نعمل الشكل البيضاوي كده، تمام. وابدأ أعمل المثلث مقلوب كده، تمام، وابدا امسح الجزئيه دي كده وابدا اعمل ايه الريش بتاعه كده، تمام. هنا شكل بيضاوي وهنا شكل بيضاوي، تمام. ببدا هنا اعمل منطقه الريش، وهنا نفس الكلام الريش بتاع الجناح، تمام. وابدا اعمل العينين بقى هنا في المنطقة دي، بتبقى هنا تحت كده لأن ده هي بصة لتحت، فطبعا هنعمل المنقار في المنطقة دي، تمام. ونبدأ نمسح الجزئية دي كده ونعمل هنا ايه منطقة الريش، على اعتبار ان العصفورة نازلة بوشها، وادي الفرع اهو، تمام. بنبدأ نعمل منطقة الرجل هنا نفس الكلام، ومنطقة الرجل هنا. معانا اتصال من سلمى، اتفضلي. ايوه يا سلمى. اهلا اهلا يا سلمى، ازيك يا حبيبتي، اتفضلي. الحمد لله. انا عجبني قوي، ينفع تبع في البرنامج؟ تابعينا يا حبيبتي، وان شاء الله تتعلمي معانا الرسم زي ما انت شايفه بطريقه مبسطه جدا عن طريق الاشكال الهندسيه، فتابعينا. شكرا ليك يا سلمى، تابعينا. كده وصلنا مع بعض للشكل الثالث للعصفوره بطريقه مبسطه، تمام. ناخد شخصيه اخرى مع بعض بثلاثه منظور مختلف زي ما احنا متعودين. ناخد ملك معانا من القاهرة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. معاك حضرتك الرسم. حضرتك ابني ما بيعرفش يرسم كويس. ما بيعرفش يرسم خالص. خليه يتابع معانا يا فندم، ويبقى معاه سكتش وقلم رصاص ويمشي معايا خطوة بخطوة،
زي ما انت شايفه عن طريق الاشكال الهندسيه بنقدر نوصل لاي شخصيه او اي شكل احنا عايزينه بطريقه مبسطه جدا. شكرا ليك يا استاذه ملك، تابعينا. نرجع نكمل مع بعض. هنعمل طريقه شخصيه النمر اللي هو الطبيعي مش الكرتوني، هناخده مع بعض خطوه بخطوه. هنعمل دايره هنا كده وشكل بيضاوي هنا كده، تمام. بنبدأ نوصل المنطقة دي بالمنطقة دي كده، هناخد هنا دايرة، تمام. وهبدأ اخد هنا، معانا مصطفى. الو، ايوه، ازاي حضرتك يا استاذ مصطفى؟ اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ مصطفى؟ اتفضل. الحمد لله، ربنا يخليك يا استاذ صبري، انا من الناس اللي بحب رسم حضرتك جدا. ربنا يخليك يا استاذ مصطفى، تسلم. تسلم لي، اتفضل مع حضرتك. انا ابني بيحب رسمك جدا وعايز يتعلم من حضرتك حاجات كتير قوي. ان شاء الله تحت امر حضرتك، وتابعنا في الحلقه وعلى اليوتيوب باسم الرسام صابر جنيدي، هتتعلم ان شاء الله. ايوه، معانا تليفون اخر، استاذ احمد. ايوه، انا اسمي احمد. اهلا يا احمد. انا بحب الرسم جدا. اهلا بيك يا حبيبي. اهلا بيك. جميل جدا انك تحب الرسم، موهبه جميله، وتابع معانا يا احمد، هتستفاد كتير جدا وهتتعلم معانا ان شاء الله. شكرا يا حبيبي، شكرا يا احمد. نرجع نكمل مع بعض. هنا برضو شكل بيضاوي كده. وادي نفس الكلام، بناخد هنا منطقة الديل، وهنا شكل بيضاوي، وهنا شكل بيضاوي، وهنا دايرة، وهنا دايرة، وبنعمل المنطقة دي مثلث، والمنطقة دي كده منطقة البق، وهنا العين، وطبعا الخطوط اللي هي المثلثات بتاعة النمر، طبعا نمسح التفاصيل اللي هي الداخلية دي، الخطوط الداخلية بطريقة سهلة جدا، ونعمل المثلثات كده، نقفل الشكل بتاع النمر. طبعا وقت برنامجنا خلص، ودايما بنحاول نفيدكم اكتر واكتر، بس طبعا مش يعني البرنامج وقته خلص، ان شاء الله نكمل مع بعض الاسبوع اللي جاي. وسعيد جدا بمتابعتكم معايا، والناس يا رب يكونوا استفادوا كتير معايا، ودايما مع بعض بإذن الله، وانتظرونا في